حجاج بيت الله الحرام يتمون مناسكهم بطواف الوداع في ثالث أيام التشريق. مصر تنفي ما تردد بشأن مشاركتها بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. استمرار المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عقب تصديق الجيش الإسرائيلي على خطط عملياتية لهجوم في لبنان. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. من كل فج عميق جاءوا طلبا للمغفرة وملبين للنداء، واليوم يتم حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بطواف الوداع في ثالث أيام التشريق. حج مبرور وسعي مشكور لكل ضيوف الرحمن والأمة الإسلامية، كل عام وحضراتكم بخير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج برمي الجمرات من مشعر منى في ثالث أيام التشريق 3. كان حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين قد أدوا طوافي الإفاضة والوداع بعد أن رموا جمرات اليوم الثاني، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطتها للطواف الوداع للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربتهم من خلال تهيئة الخدمات الدينية والأجواء التعبدية بالتناغم والتكامل مع الجهات المعنية العاملة بالمسجد الحرام في خدمة ضيوف الرحمن. وذكرت رئاسة شؤون الحرمين أنها سخرت طاقاتها وإمكاناتها وكوادرها البشرية من منسوب رئاسة الدينية والمتطوعين، إضافة إلى تسخير التقنية والمنصات الرقمية والروبوتات الذكية لإنجاح خطة طواف الوداع. بطواف الوداع أتم حجاج بيت الله الحرام رحلة الذنب المغفور التي بدأت من طواف القدوم بمكة المكرمة، ومن ثم السعي بين الصفا والمروة، وبعدها التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتضاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصولا لركن الحج الأعظم. فمن جبل عرفات عانق نداء الحجاج السماء بقلوب خاشعة يملأها الإيمان، وفور غروب شمس يوم عرفة توجه الحجيج إلى المبيت بمزدلفة حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. وصبيحة يوم العيد توجه الحجيج إلى منى لرمي جمرة العقبة، وفور أداء ذلك ذبح الحاج هديه ليتم له التحلل الأصغر، ومن ثم أدى الحجيج طواف الإفاضة وتوجه لرمي الجمرات في أيام التشريق الثلاث. من كل فج عميق جاء حجاج بيت الله الحرام وتوالت مناسك الحج بنداء واحد تلبية لفريضة أقرها الإسلام لمن استطاع إليها سبيلا. هكذا لبى ضيوف الرحمن النداء وأدوا المناسك وطافوا بالبيت العتيق راجين من الله عفوه وأن يغفر لهم كل ذنوبهم، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأن يعيده عليهم أعواما عديدة. تواصل وزارة الداخلية تكثيف تواجدها الأمني والمروري على الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية ومنها الساحل الشمالي. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط المروري وبث طمأنينة في نفوس المواطنين. نظرا لما تشهده الطرق من كثافات وأحجام مرورية عالية خلال أيام العيد، كثفت وزارة الداخلية من تواجدها الأمني على هذه الطرق وفي مقدمتها المؤدية إلى المدن الساحلية لتوفير الأمن لمرتاديها وبث الطمأنينة في نفوس المسافرين. دايما مصر بخير وأمان بفضلكم. كل سنة وانت طيب يا ريس، ويا رب كده بخير ودايما في تقدم، ودايما الطرق الجميلة دي مكملين فيها يا رب. ومع ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من إقبال، كثفت وزارة الداخلية من خدماتها الأمنية والمرورية على الطريق الساحلي وأمام القرى السياحية على مدار اليوم. إلى جانب دور هذه الخدمات في تحقيق الانضباط المروري، فقد قدمت التهنئة للمواطنين بالعيد، وتم تبادل التهنئة ما بين المواطنين ورجال الشرطة. كل سنة طيبين الأول، وربنا يوفق شرطتنا وربنا يوفق الرئيس بإذن الله. عيد سعيد عليكم كلكم وعلى مصر كلها، وإن شاء الله نبقى دايما بخير. كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود خلال العشر سنين اللي فاتت، اللي عمل فعلا نقلة نوعية في مصر وفعلا نقلها من مرحلة لمرحلة تانية. أحب
بقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك فيه بجد في اللي هو عمله في البلد. نشكرك على المجهودات اللي مقدمها لنا الفتره اللي فاتت، والله التطورات في البلد خطيره يعني، شكرا جدا. الخدمات اكدت على مرتادي الطرق ضروره الالتزام بالتعليمات المروريه بخاصه السرعات المقرره لكل طريق، والتي يتم متابعتها الكترونيا من خلال شبكه ضخمه من الرادارات وكاميرات المراقبه المربوطه بغرف العمليات المركزيه حفاظا على الارواح والممتلكات. رصد الحالة المرورية على الطرق إلكترونيا بالتوازي مع وجود الخدمات والارتكازات الأمنية يحقق مزيدا من الانضباط المروري والحفاظ على أمن الطرق وأمن مرتاديها. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. يأتي ذلك في إطار جملة الثوابت المصرية التي تؤكد عليها القيادة السياسية دائما وأبدا بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وموقف المعابر مع القطاع بشأن خاص. وفق مواقف راسخة وثوابت لا تتزعزع بتغير الزمان أو المكان، تمضي مصر في طريقها مناصرة لقضية العرب وقضيتها الأولى على مر العصور، ثوابت تؤكدها القيادة السياسية في كل وقت وحين لتذكر الجميع بأنها ستظل حائط صد أمام أي محاولات لتصفية القضية أو لعزل قطاع غزة عن العالم. وفي وقت تبذل فيه مصر جهودها الحثيثة لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر تحركاتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية المتواصلة، ترفض مصر محاولات المتاجرة بأرواح الأشقاء عبر سياسة فرض الأمر الواقع من أي طرف كان مهما بلغت التحديات. في ضوء تلك العقيدة وذلك الموقف، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وفي هذا الإطار، طالما أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على رفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وإمعانا في التمسك بالثوابت، نفى مصدر رفيع المستوى ما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. فطالما أكدت مصر مرارا وتكرارا أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، مشددة على أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وسعيا لإغاثة الشعب الفلسطيني، أكد مصدر رفيع المستوى في وقت سابق أن استئناف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جاء من منطلق حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات، ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها، وهو الأمر الذي رحبت به الرئاسة الفلسطينية من جانبها، ليظل معبر رفح مصريا فلسطينيا مهما حاول أي طرف قلب الحقائق أو التحايل عليها، ولتبقى ثوابت مصر غير قابلة للمساس لا بالسياسة الأمر الواقع ولا بالتفاوض. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي محمد علي حسن المتخصص في الشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، يعني كما تابعنا في الخبر، مصر نفت بشكل قاطع المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. فيما يتعلق بهذا الشق، أولا كيف ترى هذا يعني موقف مصر وهذا التصريح من مصر في ضوء مواقف مصر السابقة بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ يعني في البداية ما يتردد من أخبار وشائعات تحاول أن تطال من مصر فهي أخبار بالطبع يعني ليس لها أساس من الصحة، ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال الغاشم ونفي ما مسؤولية الاحتلال لما يحدث في قطاع غزة وتدمير المساعدات الإنسانية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. موقف مصر ثابت، موقف مصر هو الموقف الأكثر شرفا تجاه القضية الفلسطينية. نتحدث منذ تاريخيا بالطبع، ونتحدث منذ 7 أكتوبر من العام 2023، وأعلنت مصر عبر القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الموقف المصري لديه ثوابت وأعلنها، تتمثل وتتلخص في بداية من الرفض المصري القاطع لمحاولة تهجير الأشقاء في فلسطين أو في قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل، إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة الفلسطيني. أستاذ محمد، يعني ذكرت أن يعني ما قيل هو شائعات تتردد بشأن مشاركة مصر في هذه القوة، برأيك ما الغرض من هذه الشائعات؟ هل هو غرض كما ذكرت حضرتك يعني تجميل إسرائيل ولا أعلم في أي اتجاه، ولكن أيضا هل هو إحراج للجانب المصري للمشاركة في مثل هذه القوة؟ بالطبع، يعني هناك هذا التصريح يأتي وفق بعض المعطيات التي حدثت بالفعل، ونتحدث أن إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي ذكرت بالأمس أن معبر رفح الفلسطيني دمر بالكامل ولم يعد صالحا للاستخدام في عمليات العبور بعد إغلاقه لليوم 44 على التوالي. وأيضا في السياق، أحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي صالة المغادرين بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وعددا من مرافق الجانب الفلسطيني. وأيضا في 6 مايو من الشهر الماضي أعلنت قوات الاحتلال بدء العملية البرية في رفح الفلسطينية. نتحدث هذا في سياقات مختلفة تأتي في ضغط يحدث داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك تخبط واضح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هناك خلافات عديدة نتجت آخرها عن مجلس الحرب والذي تم حله، والصراعات الداخلية فيما يعرف بالمنتدى أو المطبخ الذي يتم تشكيله حاليا بشأن الحرب على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي. كل هذه الشائعات وكل هذه الأخبار التي لا علاقة لها من الصحة يتم تداولها، سواء مثلما ذكرت حضرتك أن محاولة لإحراج الجانب المصري، وهذا لم يحدث ولن يحدث بالطبع. وجدنا خلال الأشهر الماضية العديد من الشائعات التي خرجت في مثل هذه السياقات ونفاها الجانب المصري بالدليل وبالحجة. طيب أستاذ محمد، ذكرت أيضا عن تدمير معبر رفح، ونحن نرى بأم أعيننا التدمير المتعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي لتدمير معبر رفح ومحتلين أيضا ممر فيلادلفيا والتواجد الإسرائيلي على الجانب الآخر من معبر رفح. مع كل هذه يعني هذا الموقف وهذا الواقع الذي نعيشه، كيف ترى تحركات مصر الأخيرة والتحركات المأمولة منها لحقن دماء الفلسطينيين على جميع المستويات السياسية والإنسانية وأيضا القانونية؟
لا نتحدث في العديد من المسارات. المسار الأول هو المسار الدولي والدبلوماسي، والتي أثبتت فيه مصر أنها هي الدولة الأكثر دراية بالملف الفلسطيني، بالإضافة أو ملف هذه الحرب الشعبية على الأشقاء في قطاع غزة، من تحركات بداية من مؤتمر أو قمة القاهرة للسلام التي كانت بداية تعريف الدول الغربية بالذي يفعله الاحتلال وفظائع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى التحركات الكثيرة سواء من وزارة الخارجية المصرية وسواء الدبلوماسية الرئاسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاتصالات الدائمة والمتواصلة مع زعماء الدول وأيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. على المسار الآخر وهو المسار الإنساني، مصر لم تدخر أي جهد ولم تتردد في لحظة من اللحظات لإدخال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة. 80% من المساعدات التي دخلت للأشقاء في قطاع غزة كانت وما زالت مساعدات مصرية في بالمقارنة بالمساعدات التي دخلت من جميع دول العالم. إعلاميا الإعلام المصري يقوم بالوقوف بشكل كبير للغاية مع الأشقاء في قطاع غزة الفلسطيني على جميع الأصعدة. يعني نجد أن التحركات المصرية سواء من أجل التوصل إلى حل هدنة، من أجل نصرة الأشقاء في قطاع غزة ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني قانونيا، وجدنا أن مصر كانت من أول الدول التي سعت إلى تدويل هذه القضية سواء كانت في مجلس الأمن أو الوقوف إلى الجانب جنوب أفريقيا في دعوتها في المحكمة الدولية. وأيضا نجد ورأينا المرافعة المصرية أمام المحكمة الدولية، وكم كان من هنا العديد من التفنيدات والعديد من الدلائل والحقائق التي تدين الاحتلال الإسرائيلي. يعني هو في الواقع يا أستاذ محمد كل الفيديوهات الموثقة هي تدين الاحتلال الإسرائيلي وتصب في صالح الفلسطينيين في أي قضية قد ترفع يعني ضد الكيان الاحتلال. أنا بشكرك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي محمد علي حسن المتخصص بالشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك. تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري متجهة لمنفذ قرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات، مما يفاقم من الأزمة الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة، حيث لم يستقبل منفذ كرم أبو سالم اليوم سوى 13 شاحنة مساعدات إنسانية بالإضافة لعدد من شاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. فيما يتعلق بالتطورات الإنسانية، عاد منفذ كرم أبو سالم اليوم للعمل مرة أخرى لاستقبال عدد من الشاحنات، لكن يظل الرقم أو عدد الشاحنات الذي يدخل إلى منفذ كرم أبو سالم هو قليل للغاية مقارنة بحجم الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل قطاع غزة، وبحجم أيضا آلاف الشاحنات الموجودة أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري، حيث استقبل منفذ كرم أبو سالم اليوم 13 شاحنة مساعدات إنسانية ما بين المواد الغذائية والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى 12 شاحنة وقود، وهذا الرقم بالنسبة للوقود هو رقم كبير اليوم، ويعود إلى الحجم الكبير من شاحنات الوقود التي قامت مصر بتجهيزها خلال الأيام الماضية وحتى صباح هذا اليوم في تجهيز أكبر عدد من هذه الشاحنات. لكن يظل العدد الذي يصل إلى قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم هو محدود للغاية، كما تحدثت الأمم المتحدة وأكدت
على أن حجم المساعدات الذي يصل إلى الأمم المتحدة محدود، ولا يمكن أيضا وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة. أيضا الأمم المتحدة أكدت أنه يعني خلال الفترة القادمة الماضية ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة كان هناك إدخال للمساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم ومعبر رفح البري، لكن بعد اشتداد العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية توقفت عمليات تسليم المساعدات وقلت المساعدات بصورة كبيرة بسبب هذه العمليات العسكرية. وأكدت أيضا الأمم المتحدة أن إغلاق المعابر الحدودية في جنوب قطاع غزة يفاقم من الأزمات ولا يمكن من إدخال مزيد من شاحنات الوقود أو حتى المساعدات الإنسانية. وهنا نود أن نؤكد على ما صرح به مصدر مصري رفيع المستوى بأنه لا صحة تماما لمشاركة مصر في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر الحدودية، بل مصر متمسكة تماما بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال منفذ رفح من الجانب الفلسطيني. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز واشنطن بحجب جميع المساعدات العسكرية الهجومية عن إسرائيل. وشدد ساندرز على ضرورة أن تستخدم واشنطن نفوذها للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة دمرت البنية التحتية في غزة بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي. أكد أن أعداد القتلى ومستويات التدمير تجعل من السهل فهم السبب وراء اتهام نتنياهو بشكل موثوق بارتكاب جرائم حرب، مطالبا الإدارة الأمريكية بحث حكومة نتنياهو على وقف قتل الفلسطينيين واتخاذ خطوات نحو حل الدولتين والتدفق غير المقيد للمساعدات إلى غزة. But it did not, and this is where we get into the issue of war crimes. Yes, you have the right to defend yourselves. Yes, Israel has the right to go after Hamas. Very few people doubt that. But نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض ألغى اجتماعا أمريكيا إسرائيليا رفيع المستوى كان من المقرر عقده الخميس المقبل. أوضح المسؤولان أن واشنطن قد ألغت الحوار الاستراتيجي مع تل أبيب كرد على الفيديو الذي ظهر فيه نتنياهو وزعم فيه أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل. في السياق ذاته ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن تصريح نتنياهو تسبب في أضرار جسيمة لعلاقات العمل مع الإدارة الأمريكية، كما أشار إلى أن الاجتماع كان سيناقش ملفات مهمة أبرزها التوترات في شمال إسرائيل والهجوم على رفح الفلسطينية وخطة اليوم التالي للحرب في غزة. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تراجعت بشدة بعد بدء العدوان على غزة، حيث انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لتل أبيب بأكثر من 95%، وهو أدنى مستوى في 13 عاما. وتستند هذه الأرقام بحسب وكالة رويترز على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون للوكالة وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية. إلى أدنى مستوى في 13 عاما وبنسبة تفوق 95%، تراجعت الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة البريطانية الناجمة عن سقوط عدد كبير من المدنيين في العدوان على غزة.
مسؤولون بريطانيون قالوا إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من 7 أكتوبر إلى 31 ديسمبر من عام 2023 انخفضت إلى 859 ألف جنيه استرليني، وهو أدنى رقم منذ عام 2010. ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022، مما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات. وتظهر البيانات أيضاً أنه في الفترة نفسها من عام 2017 وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه استرليني لإسرائيل، مما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ سطح جو. وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة. وكانت الحكومة البريطانية قد منعت في عام 2009 مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في حين فرضت في عام 1982 قيوداً رسمية على إسرائيل بعد اجتياح لبنان. أعربت الأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن عدم احترام الجيش الإسرائيلي قوانين الحرب، وذلك في تحقيق شمل 6 عمليات قصف كبرى في قطاع غزة العام الماضي أسفرت عن استشهاد المئات من الفلسطينيين. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولتر تورك إن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية. قالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نيفي بيلي إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب ضد الإنسانية. وأضافت أن إسرائيل مسؤولة عن عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع والعنف الجسدي ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إسرائيل منعت وصول المواد الإنسانية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمتها كسلاح للحرب، وأن إسرائيل استهدفت المدنيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان، لافتة إلى رصد تصاعد في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول.
أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 37,396 فلسطينيا وإصابة 85,523 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. أشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و 71 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، فيما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي طرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. قال وزير الخارجية اليوناني إنه يجب على أوروبا استضافة الأطفال الفلسطينيين المصابين والذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة. وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هذا الأسبوع، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة. أعلن حزب الله اللبناني استهداف بعدد من المسيرات الانقضاضية مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمالي فلسطين. وذكر حزب الله اللبناني أن المسيرات تمكنت من تحقيق أهدافها وأسفرت عن إصابات مؤكدة بين صفوف الجنود الإسرائيليين. وأكد حزب الله أن الضربات جاءت ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المتكررة التي طالت بلدة البرغلية. عقد مبعوث الرئيس الأمريكي أموس هوكستن اجتماعا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأطلع المبعوث الأمريكي الذي عاد إلى إسرائيل، أطلع نتنياهو على تفاصيل الاجتماعات مع كبار المسؤولين في لبنان والرامية إلى خفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل ومنع تحول الاشتباكات المتصاعدة إلى حرب. وأكد على أن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة في قطاع غزة من شأنه أن ينهي الحرب ويفتح المجال للحلول الدبلوماسية، وهذا قد يضع أيضا حدا للنزاع على طول الخط الأزرق بين حزب الله وإسرائيل. شدد المبعوث الأمريكي أموس هوكستن على ضرورة إنهاء النزاع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل بطريقة دبلوماسية وبأسرع وقت. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان. بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكستن إلى بيروت وتل أبيب في محاولة لإنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل بطريقة دبلوماسية تجنب المنطقة فتح جبهة جديدة لصراع قد لا يحمد عقباه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان. بيان الجيش الإسرائيلي أوضح أن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية، وفي إطار ذلك التقييم تمت المصادقة وإقرار خطط عملياته للهجوم على لبنان. وقبيل هذا الإعلان كان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد توعد بالقضاء على حزب الله اللبناني في حال اندلاع حرب شاملة. تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي وإقرار الخطط العملياتية جاء كرد بعد ساعات من نشر حزب الله تسجيلا مصورا يمتد لأكثر من 9 دقائق يرجح أن طائرة مسيرة التقطته ويظهر مسحا لما يبدو أنه منشآت يمكن أن تشكل أهدافاً في حيفا وتجمعات سكنية شمال شرق المدينة. التسجيل المصور اعتبرته أوساط الداخل الإسرائيلي خرقاً أمنياً يصل لمرتبة الخزي والعار في ظل تشدق ساساتهم ليل نهار بقوة النظام الأمني وحديدية قبته الصاروخية. أما حليفتها واشنطن فجاء رد فعلها على لسان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التي أكدت أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً إقليمية أو نطاقا في الشرق الأوسط، مشددة على أن أولوية الإدارة الأمريكية تتمحور حول التوصل لحل دبلوماسي يؤدي إلى خفض التصعيد على الحدود مع لبنان.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية استمرارها في التركيز على ضمان الحد من هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر، وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بات رايدر على ضرورة أن تفهم قوات الحوثي أنه سيكون هناك ثمن يجب دفعه مقابل منع حرية الملاحة في هذا الممر المائي الدولي الحيوي. أعلن الجيش الأمريكي تدمير 8 طائرات مسيرة تابعة لقوات الحوثي في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن للتحالف أو سفن تجارية. ذكرت مصادر من بينها شركات أمن بحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة تيوتور تعرضت لضربات بالصواريخ وزورق ملغوم مسير في 12 يونيو، ما أسفر عن تسرب المياه إليها. وأكد منقذون غرق ناقلة الفحم المملوكة لشركة يونانية بعد أن تعرضت لهجوم من قوات الحوثي في البحر الأحمر الأسبوع الماضي. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة من المعتقد أنها صارت ثاني سفينة تغرقها قوات الحوثي في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها مع زعيم كوريا الشمالية تتضمن بندا حول الدفاع المشترك ينص على مساعدة البلدين لبعضهما البعض في صد أي عدوان خارجي. وقال بوتين إن اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة بين بلاده وبيونغ يانغ تنص على المساعدة المتبادلة في حالة تعرض أحد طرفي الاتفاقية لعدوان. من بيونغ يانغ ترسل موسكو رسائلها إلى كييف وحلفائها، حيث يعزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقاته السياسية وشراكاته الدفاعية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وتأتي زيارة بوتين الأولى منذ 24 عاماً للدولة الأكثر انعزالاً في العالم، وسط مخاوف غربية من تزويد كوريا الشمالية المسلحة نووياً لحلفاتها روسيا بمزيد من الصواريخ المدفعية والصواريخ العابرة للقارات في هجومها على أوكرانيا. إزالة هذه المخاوف لم تكن ضمن أهداف بيونغ يانغ، بل صارع زعيمها بإثباتها من خلال تصريحاته التي أشار خلالها إلى أن بلاده تدعم موسكو في حربها ضد كييف، وأن العلاقات مع روسيا تدخل حقبة جديدة من الازدهار مع تعزيز التعاون الاستراتيجي. تأكيد شدد عليه الرئيس الروسي خلال محادثاته قائلا إن وثيقة تأسيسية جديدة للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت جاهزة، وأن روسيا تحارب سياسة الهيمنة والإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود. نحن نقدر بشدة دعم بيونغ يانغ المستمر والثابت لسياسات روسيا، بما في ذلك دعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وأشير في ذلك إلى كفاحنا سويا ضد سياسة الهيمنة المفروضة منذ عقود وسياسة الإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد روسيا. إذن هو منحا جديد تشهده العلاقات الروسية مع كوريا الشمالية مع تعزيز البلدين اللذين يخضعان لعقوبات دولية واسعة النطاق للتعاون السياسي والعسكري فيما بينهما، وهو ما يؤرق الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. أعلنت الصين أنها تعارض قيام الولايات المتحدة بنشر معلومات خاطئة تعقيبا على ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن دعم بكين لصناعة الدفاع الروسية، مشددة على أنها محايدة في الحرب الأوكرانية. ففي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، اتهم بكين
بلينكن الصين بالقيام بتقديم دعم حاسم يمكن لروسيا الاحتفاظ فيه على الاستمرارية في وجود تلك القاعدة الصناعية الدفاعية والإبقاء على آلة الحرب مستمرة ومواصلة الحرب في أوكرانيا، مطالبا بكين بالتوقف الفوري عن ذلك. أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المسؤولين الأوكرانيين بدأوا بالفعل الأعمال التحضيرية لتنظيم قمة سلام ثانية، وذلك بعد انعقاد القمة الأولى بقيادة أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري في سويسرا. وأضاف المسؤول الأوكراني في مؤتمر صحفي أن القمة لن تكون ممكنة إلا بعد أن تضع الدول الأعضاء خطة مشتركة، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتنسيق في هذا الشأن. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو لن يحدث أبدا. وأشار إلى تصريحات الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ الذي أكد ضرورة أن تهزم أوكرانيا روسيا لكي تنضم إلى حلف الناتو، مشددا على أن ذلك لن يحدث أبدا. وحول مؤتمر السلام في سويسرا أشار ريباكوف إلى أن الأمر لم يكن على مستوى توقعات المنظمين والأمريكيين الذين يدعمون كييف. Все это документировано, об этом многократно высказывались российские представители. وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة بيع أسلحة جديدة بقيمة 360 مليون دولار لتايوان. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الصفقة الجديدة تشمل مئات الطائرات المسلحة المسيرة ومعدات صواريخ ومواد دعم ذات صلة، مضيفة أن الصفقة تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة التي تبذلها تايوان لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هذه المساعدات ستساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة. أكد رئيس تايوان لاي تشينغ تي أن الجزيرة لن ترضخ لضغوط الصين، وقال لاي خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة الصينية تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب الإكراه غير التقليدية لمحاولة إرغام تايوان على الخضوع، مؤكدا أن بلاده لن ترضخ للضغط. أعلن الجيش الفلبيني أن قوات خفر السواحل الصينية صعدت إلى سفن تابعة للبحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي خلال الأسبوع الحالي وصادرت أسلحة كانت على متنها. وأشارت السلطات الفلبينية إلى أن الأسلحة النارية كانت مخزنة في المراكب من جانب البحارة، لافتة إلى أن المواجهة مع خفر السواحل الصينية أسفرت عن إصابة بحار بجروح خطيرة. ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن عام 2023 شهد حدوث انتكاسات كبيرة في الدبلوماسية الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي. جاء ذلك بعد نشر بيانات توضح حجم المخزون العالمي من الرؤوس الحربية. ولفت معهد ستوكهولم في تقريره السنوي حول حالة التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي إلى أن إجمالي المخزون العالمي قدره بنحو 12121 رأسا حربية في يناير من عام 2024، مشيرا إلى أن نحو 9585 منه في المخزون العسكري للاستخدام المحتمل. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. حجاج بيت الله الحرام يتمون مناسكهم بطواف الوداع في ثالث أيام التشريق.
مصر تنفي ما تردد بشأن مشاركتها بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. استمرار المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عقب تصديق الجيش الإسرائيلي على خطط عملياتية لهجوم في لبنان. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.